اوكي نشان وصف وصلنا هون صح؟ منسقين وصلنا هون ولا لا؟ صحيح وقفنا قبل الاكزامبل. اوكي بالتالي نشان خلينا نشوف اكزامبلز على الفيكست بوينت ايتريشن ميثود. خلينا نشوف هاي في عندنا فانكشن اللي هو ايش؟ فيفث اوردر بولينوميال. اوكي بالتالي المطلوب باستخدام الفيكس بوينت ايتريشن ميثود نحل الايكويشن هاي نوجد لها اللي هي واحد من الروتس. لا تنسى انه اذا كان عندي فيفث اوردر بولينوميال هاو ماني روتس دو وي هاف؟ 5. بس احنا لا ننسى انه شو حكينا في بدايه الشابتر الحالي؟ 1 ريل روتس. احنا مهتمين نوجد واحد. فبالتالي هسه لاحظ عندي هون كلمة the closest. ليش حطينا the closest؟ شنو في عندي أكثر من واحد وبالتالي أقرب واحد للإنيشال جس هاي اللي هي 2 بيكون الروت تبعنا هي الترو فاليو إلو اللي هي 1.19. وضحت يا نشامة ليش حطينا كلمة closest؟ أوكي شباب؟ طيب هسه يا نشامة معناته الفانكشن اللي بين يدينا اللي هو زي ما حكينا هذا هو. بس دقيقة عشان قاعد بعمل سيفنج. اوكي هذا هو الفانكشن اللي هو هيو. وبالتالي واحد من الفورمز تبعاتنا انه ناخذ الاكس من تو ذا باور 5 وننقل البقية على الجهة الثانية، يعني ننقل هاي على الجهة الثانية، بصفي عندي x to the power 4 plus 10 وبعدين نقسمها على 5 وبعدين ناخذ لها اللي هي 1 root 1 over 5 حتى نحصل على x من هون. وبالتالي صفى عندي xi plus 1 اللي هي هاي كلياتها اللي هي g of xi. وبلاحظ هون حطينا ال xi هيها اللي هي بالبريفس iteration. بالتالي لاحظ ان الانيشال جس اللي اكس نوت قديش 2. بالتالي بالايتريشن الاولى اللي هي الاي بنعوضها 0. اوكي نشامه شو بدنا نعوض؟ بدنا نعوض جي اوف اكس نوت، يعني محل بحط محل هاي الاكس اي اللي هي 2 الاكس نوت وبحسب الفورمولا بيطلع عندي اكس 1 اللي هي جي اوف 2 وبالتالي بيطلع عندي هذا الرقم. هسه بعدين هذا الرقم اللي هو مين x1 بصير عندي argument للنكست جي، وهذا الحكي شرحناه في المحاضره الماضيه. هيو الرقم هذا صار عندي argument اللي هو هيو بحسب الجي عنده وبيطلع عندي 1.22. بعدين ال 1.22 هاي بصير نحسب عندها الجي للنكست iteration وبيطلع عندي 1.19 اللي هي 6 something. وبالتالي الحل اللي عندي using 5 iterations اللي هو موجود عندي بالتابل. اوكي يا نشامة بالتالي هون الترو relative percentage error اللي هو لاحظ وصلنا ل 0.006 اللي هي percent. اوكي وبالتالي احنا شو كان عندنا الترو روت 1.1916. طب وين وصلنا احنا هون؟ هيو 1.19 بدل 1.6 صار عندي ايش؟ 1.7. بالتالي اول اربع significant figures they are accurate. والخطا وين ببلش؟ اللي هي هون عند ال 7. اوكي نشامه؟ وبالتالي هاي عباره عن طريقه تطبيق الفيكس بوينت ايتريشن ميثود، وراح يمر معنا بعد شوي اكزامبلز كثير، بس خلينا ناخذ احنا حكينا انه كل الاوبن ميثودز كل الاوبن ميثودز يا نشامه في عندهم مشكله انه they might diverge انه احتمال ما يعطينا ايش؟ convergence. وبالتالي في للفيكست بوينت ايتريشن ميثود في عندنا convergence conditions. بالتالي هاي الطريقه من حسناتها انه بنقدر نحكم انه هل هاي الطريقه راح تعمل convergence yes or no قبل ما نبلش فيها، بينما الطرق الثانيه ما فيها. بالتالي هون يا نشامة الكونفيرجنس اوف الفيكست بوينت ايتريشن ميثود. اوكي خلينا نشوف شو الشروط اللي بتتعلق بالكونفيرجنس اللي فيها. اوكي بالتالي
أول معلومة بدنا نعرفها إنه العلاقة اللي بتربط الconvergence speed فيما يختص بالconvergence speed للfixed point iteration method بنسميها linear convergence speed. شو يعني linear convergence speed؟ يعني نشامة إذا أخذنا الrelative true error في الcurrent iteration اللي هو زي ما هم باين عندي هون epsilon ti وحاولنا نوجد علاقة بينه وبين مين؟ الايرور اللي في الكرنت، بالتالي هاي عندي الابسلون تي بالبريفيوس وهاي عندي الابسلون تي في الكرنت. العلاقة بين الريلاتيف ترو ايرور في البريفيوس والعلاقة بين الريلاتيف ترو ايرور في الكرنت. إذا كان العلاقة بينهن لينير وهذا بنسميه الكي اللي هي الكونستانت اوف بروبورشناليتي. اوكي نشام معناته العلاقة للكونفيرجنس سبيد هي عبارة عن لينير. اوكي لينير كونفيرجنس سبيد وبالتالي مكتوب عندك البرسنتج ريليتيف ترو ايرور ان ذا كرنت ايتريشن بروبورشنال لمين للبرسنتج ريليتيف ايرور اوف ذا بريفيوس وهي هي الايكويشن بتبين العلاقه زي ما شرحت قبل شوي اوكي ان شاء الله هسه عرفنا اول معلومه انه الكونفيرجنس سبيد لينير طيب بدنا نشوف شو هن عباره عن الشرط اللي عندي شو الشرط اللي عندي اللي بحقق لي الكونفيرجنس كونديشن هسه في عندنا مصطلح هون لاحظ انا حاطط لك تحتيه خط sufficient but not necessary convergence condition شو المقصود بالحكي هذا الحكي هذا وركزوا معي فيه يعني اذا تحقق الكونديشن اللي بدنا نحكي له هذا هو اوكي راح نيجي بالتفصيل هسه اذا تحقق الكونديشن اوف كونفيرجنس معناته الكونفيرجنس از جارانتيد اذا تحقق شو المقصود بالكونفيرج بس سفيشنت بات نوت نيسيسري السفيشنت بات نوت نيسيسري مقصود فيها انه اذا حققنا الكونديشن بنكون 100% ضامنين الكونفيرجنس بس اذا ما تحقق الكونديشن هذا ما بقدر افتي فيها 100% انه وي ويل نوت كونفيرج ستيل عندنا بوابتين احتمال يعمل كونفيرجنس واحتمال يعمل دايفيرجنس وضحت النشامة ولا لا؟ بعيدها مرة ثانية. السفيشنت بات نوت نيسيسري كونديشن شو المقصود فيها؟ السفيشنت بات نوت نيسيسري المقصود فيها إذا تحقق الكونديشن هذا معناته 100% أنت حاط الكونفيرجنس بجيبتك. لازم تعمل كونفيرجنس. It must converge. بس الحالة الثانية إذا ما تحقق الكونديشن هذا أنت منفتح على حالتين إما يعطيك كونفيرجنس أو يعطيك دايفيرجنس وضحت النشامة أي سؤال يا شباب على السفيشنت بات نوت نيسيسري أي سؤال على الكونديشن هذا من حيث المفهوم إنه سفيشنت بات نوت نيسيسري بعيده مرة ثالثة السفيشنت بات نوت نيسيسري يعني إذا تحقق الكونفيرجنس مضمون مليار بالمية بس إذا ما تحقق الكونديشن ما بفتي فيها انه I will diverge او the method will diverge بنفتي فيها انه احتمال يعمل convergence واحتمال يعمل divergence طيب شو هو الكونديشن بقول لك الكونديشن ان شاء الله مش انا هون حكينا في K سميناها الكونستانت اوف بروبورشناليتي بقول لك هاي الK تبعتنا اللي هي شو هي الابسوليوت فاليو تبع الديريفاتيف تبعات الجي مش قلنا في جي هيها اللي هي جي اللي عرفناها في المحاضره الماضيه الجي بنيجي شو بنسوي فيها؟ بنحسب لها الديريفاتيف الفيرست اوردر ديريفاتيف اللي هي البرايم وبنعوض فيها الترو فاليو اذا يوم اجي احسب الجي واشتقها كفيرست ديريفاتيف واعوض فيها الترو فاليو واخذ لها الابسوليوت فاليو اذا طلعت الفاليو هاي اقل او يساوي واحد معناته الكونفيرجنس از جارانتيد مره ثانيه كيف بفحص الكونفيرجنس كونديشن؟ مش عندي انا الجي اشتقيناها زي ما حكينا في المحاضره الماضيه باجي الجي هاي بشتقها بعملها ديريفاتيف هيها جي برايم وبعد ما اشتقها بحسبها عند الترو فاليو هسه باخذ لها الابسوليوت فاليو اذا الابسوليوت فاليو للجي برايم عند الترو اقل او يساوي واحد
معناته الكونفيرجنس از جارانتي. اذا كانت اكبر من واحد معناته ممكن كونفيرجنس وممكن دايفيرجنس. وضحت يا نشامه؟ بالتالي شو الاكس ترو؟ الاكس ترو هي عباره عن الترو روت للفانكشن اللي بدي افحص عنده، هل الطريقه كونفيرجن ولا دايفيرجن. اوكي نشامه؟ هذا مفهوم مره ثانيه، شو الكونفيرجنس كونديشن اللي هو السفجنت بات نوت نيسيسري. شو مفهومه؟ if the convergence condition is satisfied then the method must converge. Why? If it is not satisfied then the method ممكن تعمل convergence or divergence. بس بالعاده بالعاده اذا ما تحققت باغلب الاحيان شو بتعمل؟ تعمل divergence. وضحت يا نشامه؟ اذا ما تحققت في معظم الحالات بيعمل دايفيرجنس، ولكن ممكن ستيل احنا منفتحين على احتمال انه يعمل كونفيرجنس. وضحت يا نشامه؟ طيب نرجع لهون الكونفيرجنس كونديشن. الكونفيرجنس كونديشن يا نشامه مش قلنا اقل او يساوي واحد اللي هي الديريفاتيف للجي عند الترو فاليو؟ طيب الاقل او يساوي واحد اصغر قيمه لها، لاحظ هون بنحكي عن ابسوليوت فاليو، بنحكي عن ابسوليوت فاليو، معناته شو الرينج للكي فاليوز؟ شو رايك يا نشامه؟ سالب واحد لواحد. لا يوم ناخذ الابسوليوت فاليو من زيرو لواحد، من الصفر من الصفر للواحد. اها هي بقول لك في عندي احتماليه صفر وفي عندي احتماليه واحد. بقول لك اذا طلع معك الكي اللي هي جي برايم عند الترو طلعت صفر، معناته انت سرعتك بالكونفيرجنس اسرع شيء. وإذا طلعت الكي اللي هي جي برايم عند الترو واحد، معناته أنت أبطأ كونفيرجنس سبيد. بالتالي شو القاعدة اللي بدنا نعرفها؟ إنه the closer the k value to zero the faster the convergence. صح؟ ماشيين معي شباب؟ صحيح. وذا closer the k value to unity زي ما مكتوب عندك، معناته the slower the convergence. وضحت يا شباب ولا لا؟ هاي القاعدة اللي بتحكم الconvergence speed even though still رح نظل linear. within the linear ممكن يطلع معي slow ممكن تطلع الفاست. بالتالي مين بيحددها؟ الk. بالتالي لاحظ هون الk هي ما أنا قاعد بضربها. الk يوم تكون قريبة من الصفر معناته الconvergence speed تبعتي fast. وإذا كانت قريبة من الواحد معناته الكونفيرجنس سبيد شو مالها؟ سلو. واضح يا نشامه؟ وبالتالي هذا الشروط بما يختص في الكونفيرجنس سبيد والكونفيرجنس كونديشنز. وأي سؤال لغاية الآن يا نشامه؟ أي سؤال يا شباب؟ تفضل يا عبد الرحمن. دكتور هو يعني في كلتا الحالتين سواء كانت كي زيرو أو 1 بظلهن اسرع من البراكتنج ميثود يعني في كلتا الحالتين. ان جنرال ان جنرال زي ما حكينا ان جنرال ان جنرال طبعا ان جنرال ان جنرال كل الاوبن ميثودز اسرع ان جنرال. ها الجنرال ترند الاوبن ميثودز ذي ار فاستر ان كونفيرجنس سبيد ذان مين البراكتنج ذان البراكتنج ميثودز. اوكي بس within الاوبن ميثودز هاي من أبطأ الطرق. راح نشوف بعدها راح يمر معنا أحسن طريقة اللي هي نيوتن ميثود. أوكي نشامة هاي من أحسن وأسرع الطرق، ولكن نشامة ضمن الأوبن ميثودز أفضل من البراكتنج من حيث الكونفيرجنس سبيد إن جنرال. أوكي وبالتالي ضمن الأوبن ميثودز هاي أبطأ طريقة. الطرق الثانية اللي هن إشي اسمه كوادراتيك كونفيرجنس. شو الكوادراتيك؟ يعني العلاقه بين الابسلون تي اي بلس 1 مع الابسلون تي. نيجي بنحط هون ابسلون تي تو ذا باور 2. اوكي بصير تو ذا باور 2، وبالتالي بصير الكونفيرجنس اذا كان مثلا 0.1 بصير 0.01، اذا كان 0.01 بصير قديش؟ بصير 10 تو ذا باور ماينس 4. وبالتالي يعني بتجيب لك اياها خطوات سريعه بتعمل باتجاه الكونفيرجنس. وهذا من الحسنات اللي حكيناهن
للconvergence speed للopen method إنه إذا عمل لك convergence إذا ها they converge much faster than the bracketing methods. واضح يا عبد الرحمن؟ أحمد واضح دكتور. دكتور بدي أسألك هلا النوع الفانكشن له علاقة ولا فقط علاقة بين أنواع الإيرور أو بين الإيرورز يعني؟ لا هسا شو اللي بيعتمد على الكونفيرجنس؟ ما هيو الجي الجي هاي منين اشتقيناها؟ الجي كيف حصلناها؟ من الاف من الاكسين سوينا من الاف الجي عملنا يا اما مانيبوليشن زي ما حكينا يا اما ضفنا اكس يسار يمين والجي حصلناها من الاف. بالتالي هسه هون يا نشامه الكونفيرجنس سبيد عادة تعتمد على الاف بالاوبن ميثودز هذول، اوكي؟ هاي من ناحية، والناحية الثانية بيعتمد على أي ترو فاليو أنت شغال باتجاهها. طيب، السؤال بيطرح نفسه، مر معكم إذا درستوا تشابتر 1 إنه في عندي إيش؟ في عندي دايركت ميثود وفي عندي ايتريتيف ميثود، صح؟ اللي شافوا محاضرات تشابتر 1 مش في عندنا تو كاتيجوريز للميثودز ولا لا؟ صح دكتور. في عندنا دايركت وفي عندنا ايتريتيف. الدايركت متى نستخدمها؟ بس يكون عندنا الترو فاليو بس لها كثير عدد معادلات يعني. ال 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 الدايركت يكون عندنا سمبل سيستم. الدايركت لا بتكون عباره عن اوتوميشن. اوتوميشن لمين؟ لللارج سكيل سيستمز. اوكي؟ والايتريتيف بيكون يوم ما يكون عندي closed form solution أو analytical solution. الدايركت بيكون الاكزاكت معروف ولكن باخذ وقت طويل حتى احله، وبناء على الحكي هذا بنروح باتجاه اللي هي الدايركت ميثودز اللي هي بتعمل اوتوميشن للالجوريثم، بتوفر علينا وقت بدل ما تحله بايدك بسوي لك اوتوميشن، وبالتالي اللي باخذ نهار منك باخذ عباره عن ايش؟ few seconds ولا minutes حتى تحله. بس الدايركت ميثودز عاده بيكون ال exact is available subjected to round of errors، وهذا كله موجود بالمحاضرات. بينما الايتريتيف عادة تستخدم في حالة ايش؟ في حالة انه closed form او analytical solution true solution مش معروف. طيب هسه السؤال بيطرح نفسه، هل انا كل الحالات اللي بحلها بيكون عندي true معروف؟ لا، مش كل الحالات اللي بحلها بكون عندي الترو سوليوشن معروف. احنا هون لغايات الاكزامبلز اللي بين ايدينا حتى نوضح لك الكورس، بنفترض ان الترو معروف، بس بمعظم الحالات بالذات في الايتريتيف بيكون الترو انا مش عارفه. طيب بما انه الترو مش عارفه معناته هل بقدر اطبق الكونديشن هذا؟ لا. معناته وي كانت ابلاي عشان الترو جنرالي نوت نو. طب كيف بعرف انه ايام كونفيرجينج ولا لا؟ معناته شو المعنات اللي بحكيه؟ معناته لابد ما ان نشتغل ونبلش الايتريتيف بروسس، صح؟ ما ان غير حتى نحكم انه كونفيرجينج الجي تبعنا هذا، بختار الجي والجي هذا باجي بحطه بالايتريتيف بروسس. بناء على النتائج تطلع معي بقدر احكم انه كونفيرجنج ولا دايفيرجنج. يعني على سبيل المثال مش في الاكزامبل هذا، هاي عباره عن وين الاف؟ نتفرج على الاف، هل الاف قاعد بتقترب للصفر ولا لا؟ صحيح. الايتريشن هيها مع زياده الايتريشن، هل الاف في الفانكشن فاليو قاعد بقرب للصفر؟ مظبوط دكتور. إذا قرب للصفر معناته أنا بالاتجاه الصحيح؟ Yes, it will converge. معناته it will converge، بس يوم يصير diverging معناته بدل ما أقترب للصفر بلاقي يا إما oscillation يا إما بلشت ب 12، أوكي زي رقم هون، بعدين إنه هنا طني ل 100 ولا ل 10,000، وبالتالي مع زيادة الـ iterations بصير إيش؟ بصير الـ F هذا هو اللي بيعطيني hint إنه I am converging ولا لا. أو حالة ثانية ممكن استخدم الابسلون اي بدل الابسلون تي، الابسلون تي هون اذا ما كنت اعرف الترو سوليوشن ما بقدر احل، صح؟ وبالتالي عندك حالتين، يا اما عن طريق الابسلون اي وهل هي ديكريزنج باتجاه الصفر
او عن طريق الاف، وهل هو ابروتشنج زيرو ولا لا. وبالتالي ان جنرال يا نشامه في الحالات احنا هو بناخذ الترو فاليو نون، بس ان جنرال الترو فاليو مش نون. وبالتالي وي كانت ديتيرمين انه هل انا راح يكون عندي كونفيرجنس اور دايفيرجنس حتى نطبق الهيجي اللي اشتقيناها على ارض الواقع، ومن خلال الجداول تبعات الحل يبين معايا انه هل ابسلون اي قاعده بتقل او هل الفانكشن فاليو قاعد بيروح في اتجاه الصفر. اذا راح كلاهما وحداهما ابسلون اي واف اوف اكس باتجاه الصفر قاعد بقل، معناته شو حاشو الوضع تبعنا؟ الوضع تبعنا سمنولوز، وضعنا تمام. اما اذا كضال يعمل اوسيليشن او يزيد وما صار يقل، معناته الحل تبع شو ماله؟ دايفيرجينج ولا لا؟ مظبوط دايفيرج. وضعت النشام اللي بحكيه ولا سنسكريتي؟ شباب اي سؤال على اللي بحكيه؟ هاي كلها مبادئ عامه لوجيك. واضح دكتور؟ واضح يا شباب؟ طيب خلينا نروح للبعديها. هسه احنا عرفنا معناته كيف طريقه الحل ماثيماتيكالي، وعرفنا الكونفيرجنس كونديشن، ضايل علينا نعرف انه كيف تطبيق الفيكس بوينت ايتريشن ميثود، بس زي ما اخذنا في الطرق السابقه جرافيكالي عن طريق الرسم. بالتالي الجرافيكال ميثود اوف الفيكس بوينت ايتريشن ميثود تتالف من مجموعه من الخطوات. اول شيء اذا بنتفرج على الايكويشن هاي x is equal to g of x، هاي بقدر اقسمها ل two functions. The left hand side as a function اللي هو y1 which is equal to x، وال right hand side اللي هو function ثاني اللي هو y2 which is equal to g of x. واضح يا نشامة؟ بالتالي انا هون قاعد بسوي ايش؟ قاعد بسوي ال x with g of x، بالتالي عندي ال left hand side اللي هي y يساوي x، وال right hand side ال y يساوي ايش؟ g of x. طيب اذا اخذنا ال left hand side هذا ال y سميناه y1 which is equal to g of x to x sorry، هل هذا يمثل straight line with slope واحد او الزاوية تبعته 45 ولا لا؟ مظبوط دكتور. السلوب تبعنا واحد او الزاوية تبعتنا من اللي هي ال x axis 45، وهذا ما بنقدر نحكم عليه ان جنرال غير يوم نرسمه. طيب هسه بعد ما قسمنا g of x ل two functions y1 اللي هي left hand side x وy2 اللي هي g، شو بنسوي؟ بقول لك اعمل بلوت للتو فانكشنز على الجراف بيبر. والخطوه الثالثه اوكي نشامه، بقول لك الروس تبعات الفانكشن الاصلي f of x اوكي نشامه، شو كان مفهومهن قبل ما نحولهن؟ مش كان عندنا هون f of x is equal to zero؟ يوم نيجي بدنا نحدد بالاوريجينال فانكشن فورمات f of x is equal to zero، هل بدور على الاكس فاليوز بالفورمات هذا اللي بيعمل كروسنج للاكس اكسس ولا لا؟ بالفورمات هذا f of x is equal to zero، وهذا ناقشناه باول شيء بالشابتر، انه يوم نيجي نرسم ال f of x is equal to zero قاعد انا بدور على الاكس اكسس كروسنج، هذا هو الروتس صح؟ وهذا الحكي ممثل في بالاكزامبل هذا، هاي عباره عن f of x is equal to e to the power minus x minus x، هذا فانكشن بدي اوجد له الروت. يوم اجي بدي اوجده بالفورمات تبع f of x is equal to zero ما على غير ارسم الفانكشن، ورسمه الفانكشن الانترسكشن بين الفانكشن مع الاكس اكسس اللي هو هذا هي الروت صح؟ ماشيين معي شباب ولا لا؟ معك دكتور. طيب هسه معناته يا نشامه صار عندي ترانسفورميشن زي ما حكينا في المحاضره الماضيه من الاف از اف اوف اكس ايكوال تو زيرو اللي هي نقطه تقاطع الاف مع الاكس اكسس، يوم يجينا عملنا الفيكس بوينت ايتريشن ميثود صار الحل بدل ما هو التقاطع بين الاكس بين الاف سوري والاكس اكسس صار عبارة عن التقاطع بين التو فانكشنز اللي حكينا عنهم بين y1 x و y2 اللي هي ايش؟ g of x. وهذا الحكي مبين
عندي هون لاحظ عندي هاي الاف اوف اكس وهاي الاكس اكسس الروت تبعي هون هاي باول فورم اللي هو اف اوف اكس ايكوال تو زيرو. طب يوم نيجينا رسمناه مره ثانيه بالفورمات الجديد اللي هي مش قلنا هاي واي از ايكوال تو اكس هذا هو اول واحد اوكي يا شامة. طيب شو الفانكشن اللي عندي هي معناته للفانكشن هذا هل الجي اوف اكس بتطلع اي تو ذا باور ماينس اكس ولا لا؟ مظبوط اللي هي هاي اكس خذها على الرايت هاند سايد بيطلع اكس از ايكوال تو اي تو ذا باور ماينس اكس معناته مين الجي؟ الجي عباره عن اي تو ذا باور ماينس اكس او الاكسبوننشال ماينس اكس. بالتالي زي ما حكينا بالخطوات شو بنسوي؟ بنطلع الواي 1 اكس والواي 2 جي اوف اكس وبنرسمهم وين؟ على الجراف بيبر نفسه. بالتالي هيو رسمنا الواي يساوي اكس اللي هي ستريت لاين ابو سلوب 45 ورسمنا الجي اوف اكس بحالتنا للمثال هذا شو كانت؟ اي تو ذا باور ماينس اكس. بالتالي التقاطع اللي بين واي 1 وواي 2 او بين الاكس والجي اوف اكس هو اللي بكون الحل اللي قاعدين بندور عليه. واضح يا نشامه ولا مش واضح؟ واضح يا شباب؟ تمام. اي سؤال يا نشامه؟ اي سؤال يا شباب؟ برجع مره ثانيه. هون كان عندي الفانكشن الاصلي الحل تبعي الروت اللي بدور عليه هو عباره عن الفانكشن برسمه وتقاطع الفانكشن مع الاكس اكسس هو الروت. هي هذا الحكي بالاوريجينال فورميليشن. طب كيف صار يوم حولناه بالفيكست بوينت فورميليشن؟ يعني صار عندي مابينج او ترانسفورميشن من الشكل هذا لشكل جديد اللي هو هذا الروت اللي كان بين الاف والاكس اكسس بالاوريجينال فورمات صار التقاطع بين تو فانكشنز اللي هي الجي اوف اكس مع مين؟ مع الاكس. وبالتالي لاحظ التقاطع ظل نفسه. اذا بنعمل هون بننزل خط عمودي بنلاقي انه نقطه التقاطع يا نشامه اللي هون هي نفسها نقطه التقاطع مع الاكس اكسس وين؟ بالاوريجينال فورميليشن. ايوه لاحظ عندي الرينج اوف اكس اكسس نفسها هون وهون. واذا بتيجي بتمسك تطبع هذولا وبتعمل بروجكشن فيرتيكال بتلاقي ان النقطه هاي التقاطع بين الاكس والجي اوف اكس هي نفسها التقاطع بين الاف والاكس اكسس. واضح يا نشامه؟ طيب هسه هاي الخطوه الثالثه، الخطوه الرابعه بقول لك شو تساوي بعد ما رسمناها؟ كيف بنبلش؟ بقول لك الجرافيكال ميثود تتالف من الخطوات التاليه. بقول لك سيكونس اوف فيرتيكال موفمنتس. شو الفيرتيكال؟ اللي هي يا اما فوق يا اما تحت، يا اما اب يا اما داون. والحالة الثانية sequence of horizontal movements. horizontal movements يا اما left يا اما right. بالتالي لاحظ ال vertical movements بعدها معناته انا بدي اطلع من ال x اخذ vertical movement باتجاه مين؟ ال g of x. هيو ال vertical movements بتكون من ال x من ال y يساوي x باتجاه مين؟ الجي اوف اكس. طب انا يوم اطلع من الاكس باتجاه الجي اوف اكس هل انا قاعد بحسب الجي اوف اكس ولا لا؟ واضح يا نشام؟ انا كان مثلا عندي الاكس اللي بلشت فيها هو باجي الاكس هاي بحسب لها الفاليو تبع اللي على الجي اوف اكس معناته في الحاله هاي شو قاعد انا بحسب؟ قاعد انا اذا بلشت هون باكس اي على النقطه هاي قاعد بحسب الجي عند الاكس هاي صح؟ شنو الاكس اكس انا ماشي فيرتيكال، يوم الفيرتيكال بمشي فيرتيكال معناته انا شو قاعد بثبت؟ انا قاعد بثبت قيم الاكس. وبالتالي الفيرتيكال موفمنت بتكون من الواي يساوي اكس للواي يساوي جي اوف اكس. شو الهدف منها؟ اني احسب الجي اوف اكس. طيب هاي الفيرتيكال، والفيرتيكال بيكون يا اما اب يا اما داون. طب الهوريزونتال موفمنتس اللي بتكون يا اما رايت يا اما ليفت، هاي بعد ما انا حسبت مثلا هون انا كنت هون
لو انا انشا مع على الفيجر هذا بلشت مثلا عند الاكس نوت يساوي اللي هي 0.2. اوكي هاي 0.2. اول خطوه بإجراء الحل جرافيكال انه اطلع من هون وامشي فيرتيكال. يعني سامحوني على رسمي اللي انا قاعد بتوصل لك الفكره، بطلع فيرتيكال وبوصل هون. هون معناته شو صفه النقطه هاي؟ هاي اسمها جي اوف اكس نوت. بعد ما اطلع فيرتيكال بروح يا اما يمين يا اما يسار. وين الفانكشن تبعي؟ على يميني. بالتالي بروح هوريزونتال. الهوريزونتال معناته هاي صفت عندي على الاكس، واي يساوي اكس، معناته هاي طلعت معاي اكس 1. بعد ما طلعت اكس 1 بنزل فيرتيكال. فيرتيكال بحالتي لازم انزل نزول. بحسب هاي شو النقطه هاي؟ جي اوف اكس 1. بعدين باجي بدي امشي هوريزونتال. الهوريزونتال وين بمشي؟ على اليمين ما بتفيدني، بتفيدني على اليسار. معناته هاي شو صارت؟ هاي اكس 2. بعدين بطلع من الواي يساوي اكس على الجي وبحسب مين؟ جي اوف اكس 2. اوف اكس 2. بعدين بروح من الجي وبروح باتجاه الواي يساوي اكس، شو بحسب؟ هاي النقطة. شو هاي النقطة؟ هاي اكس 3. بعدين من الاكس 3 بنزل وشو بحسب هاي؟ جي اوف اكس 3. جي اوف اكس 3. وبعدين بروح يسار وبحسب هاي، شو صفت هاي؟ اكس 4. اكس 4. وهلما جرب اظني كل ايتريشن عندي نشامه تتالف من 1 فيرتيكال زاد 1 هوريزونتال، 1 فيرتيكال و 1 هوريزونتال، حتى اصل لنقطه التقاطع اللي بدي اياها. واضح يا نشامه الجرافيكال؟ واضح يا نشامه الجرافيكال ولا لا؟ راح يجينا اكزامبلز هسه مبين كل شيء. بس انا هون يا نشامه صفي عندي 2 فانكشنز، واي يساوي اكس، واي يساوي اي تو ذا باور ماينس اكس، او جنرال اللي هي جي اوف اكس. بالتالي بيكون في عندي فيرتيكال موفمنت. بالفيرتيكال موفمنت بكون بروح من الواي يساوي اكس باتجاه الجي اوف اكس، هاي فيرتيكال. والفيرتيكال ممكن تكون اب اور داون. وبعدين بروح من الجي اوف اكس باتجاه الواي يساوي اكس، هاي هوريزونتال موفمنت. وهاي الهوريزونتال ممكن تكون يمين او يسار. يوم اروح ابلش من الواي يساوي اكس وارجع للواي يساوي اكس، هاي بتكون اول ايتريشن. بعدين بنزل وبروح يسار، هاي سكند ايتريشن. بطلع بروح يمين الثيرد، بنزل بروح يسار فورث، بطلع بروح يمين فيفث. وبالتالي كل ايتريشن عندي بتتالف من قديش؟ كل ايتريشن انشام بتتالف من قديش؟ واحد فيرتيكال واحد هوريزونتال. ايوه مكتوبه قدامك ولا لا يا نشامه؟ كل ايتريشن تتالف من 1 فيرتيكال و 1 هوريزونتال. واضح؟ الفيرتيكال شو احتمالاته؟ اب اند داون. اب اور داون. والهوريزونتال ليفت اور رايت. ليفت اور رايت. واضح اللي بحكيه ولا في ناس خارج التغطيه يا نشامه؟ واضح اللي بحكيه ولا في ناس خارج التغطيه؟ اي سؤال؟ طيب هسه يا نشامه مش احنا حكينا على الكونفيرجنس كونديشن اللي بيعتمد على كي 1 اللي هي كي 1 شو سميناها؟ جي برايم عند الترو فاليو. هسه يا نشامه وعرفناها انه بالرينج بين مين ومين؟ اذا كان الابسولوت فاليو اقل او يساوي 1، صح؟ اوكي يا نشامه؟ بالتالي اذا كانت يا نشامه الحاله اللي عندي عباره عن يوم اجي اقسمهم انا عندي بين الماينس 1 وال 1.
هاي يا شباب اللي هي الكي فاليوز اللي هي شو تساوي جي برايم عند الاكس ترو صح. هسه حتى افهم انه شو اللي قاعد بيصير عندي اوكي، لا ننسى انه الكي ككونفيرجنس اوكي اللي هي الجي برايم هون ابسوليوت، هون ابسوليوت فاليو، معناته في عندي رينجز الها. لو افترضنا هون الزيرو، من الزيرو لل1 ومن الزيرو للماينس 1، وبعدين في عندي على يسار الماينس 1 وعلى يمين ال1، بالتالي في عندي how many intervals does exist do exist 4. we have 4 intervals، الفتره بين الزيرو وال1 والفتره بين الزيرو والماينس 1. هسه الثنتين هذول هل هن تبعات الكونفيرجنس ولا لا؟ صحيح. واذا كنا هون او كنا هون هذول قلنا sufficient but not necessary، يعني احتمال يعطيك convergence واحتمال يعطيك divergence، بس مين اغلب الظن؟ divergence. divergence وضحت يا نشامه؟ بالتالي we have four intervals، we have four intervals والdeterminate وتقسيماتها اللي هي اللي بحددها زيرو هون وهذا 1 وهذا minus 1. وهل احنا within each within any of the sub intervals بنقدر نعرف اللي هو؟ بالتالي هون عندي هاي اول واحده مثلا، وهاي الثانيه، وهاي الثالثه، وهاي الرابعه، هذول هن الفور سب انترفلز. هسه هاي وهاي شو مالهم؟ الكونفيرجنس از جارانتيد. اه دكتور جارانتيد، حاطه بجيبه التعريف تبعاتك يعني مضمون. الثالثه والرابعه شو مالها؟ مايت كونفيرج، ممكن هيك ممكن هيك، اند مايت دايفيرج، واغلب الظن دايفيرج. طيب واضح التحكي يا شباب ولا لا؟ طيب خلينا نرجع للهاند اوتس يوجوالي. بالتالي هينا قسمنا يا نشامه الرينج اللي عندي زي ما حكيت قبل شوي بين الزيرو وال1 والماينس 1 والزيرو، واكبر من واحد واقل من ناقص واحد. وضحت يا نشامه؟ وضحت دكتور. بالتالي يوم يكون الكي فاليوز، الكي فاليوز بوزيتيف، لاحظ هاي بوزيتيف وهاي ايش؟ بوزيتيف، بيطلع عندي شيء اسمه مونوتون. ويوم يكون الكي فاليوز نيجاتيف بيطلع عندي شيء اسمه ايش؟ اوسيليتنج. اوسيليتنج. شو المقصود بالمونوتون؟ المقصود بالمونوتون انه وان سايدد. هسه رح نشوف بالتفصيل. والمقصود بالاوسيليتنج انه ايش؟ تو سايدد. ولا ننسى انه الرينج اول ثنتين هذول اللي هي بين الماينس 1 وال1 شو حكينا عنهم؟ they will converge صح؟ they will converge يا نشامه ولا لا؟ حكينا they will converge اول رينج هذا، والرينج الثاني حكينا convergence، بينما الثالث والرابع هذا generally شو بعطيني generally؟ شو نشامه؟ بيعطيني ايش؟ جنرالي بيعطيني دايفيرجنس، بس احتمال يعمل كونفيرجنس. اوكي، طب خلينا نشوف الحالات هاي. اول حاله اوكي نشامه اللي بين الزيرو وال1 حكينا عنها، اذا كانت بوزيتيف بتكون مونوتون. شو المونوتون؟ وان سايدد، وكونها بين الزيرو وال1 معناته كونفيرجنس. لاحظ شو المقصود بالمونوتون؟ انه انا بلشت مثلا عند الثلاثه، باجي بظلني انزل يسار انزل يسار انزل يسار، يعني بيكون دائما الباث اللي انا بمشي فيه بيكون على جهه واحده بين الاكس والجي اوف اكس. واضح؟
ما في إشي فوق، ما في إشي فوق الواي يساوي إكس، كله بينهن على جهة واحدة، هذا هو المونوتون. طب خلنا نشوف المونوتون كونفيرجنس. هاي الأسوري الأسوليتين كونفيرجنس. الأسوليتين كونفيرجنس قلنا أي شيء نيجاتيف بيعطيني أسوليتين، والأسوليتين يعني تو سايدد. لاحظ هون بلشنا بنيشال قس هون فوق يمين. طب الايتريشن اللي بعديها شو هي؟ بالشقلوب. شو عكس الأولانية؟ فوق يمين عكس ايش؟ تحت يسار. تحت يسار. تحت يسار. تحت شمال. فوق يمين تحت شمال فوق يمين. عشان هيك انت قاعد تعمل كونفيرجنس ولكن اوسيليتنج. بالتالي هون انا قاعد بشتغل على الجهتين من فوق ومن تحت تبع الواي يساوي اكس، بينما هون كنت اشتغل على جهه واحده. واضح يا هشام شو المقصود بالمونوتون والاوسيليتنج والكونفيرجنس؟ اني انا بالنهايه وين ما ببلش باجي للروت هذا، صح؟ هيو بلشنا اوكي نشامه وجينا للروت. طيب خلينا نروح للحاله الثالثه اللي هي المونوتون دايفيرجنس. مونوتون يعني وان سايدد. بالتالي لاحظ انا بلشت هون، طلعت فوق يمين فوق يمين فوق يمين فوق يمين. هل انا قاعد بقرب للروت هذا؟ لا بتبعد. معناته عشان هيك سميناها ايش؟ دايفيرج. دايفيرج. وليش سميناها مونوتون؟ لانه وان سايد. وان سايد وضحت. طيب خلينا نشوف الاوسيليتنج دايفيرجنس اللي هي بالنيجاتيف معناته اوسيليتنج، كونها اقل من الماينس واحد اوتسايد الرينج معناته دايفيرجنس. بالتالي لاحظ احنا وين بلشنا؟ هيو بلشنا هون، انزلنا تحت يسار، بعدين فوق يمين، بعدين تحت يسار فوق يمين. واثناء حركتنا هاي هل احنا قاعدين بنقرب للروت ولا كل ما فيها بتكبر دائرتنا؟ من بعد قاعدين. لا من بعد. معناته هل هو دايفيرجنس ولا لا؟ دايفيرج. اي سؤال يا نشامة على اللي حكيته قبل ما بلش في الاكزامبلز؟ اي سؤال على اللي حكيته قبل ما ابلش في الاكزامبلز؟ واضح اللي بحكيه؟ مونوتون وان سايدد، اوسيليتنج تو سايدد، كونفيرجنس بين ماينس 1 و 1 خارجهن دايفيرجنس. وهذا حكينا ان جنرال. ان جنرال اوكي نشامه. وبالتالي هذا هو المقصود، انه مره بتكون شغال وان سايدد واذا كونفيرجنس او دايفيرجنس، اذا كان الكي بوزيتيف، واذا كان قيم الكي نيجاتيف بتكون شغال اوسيليتنج ومايت كونفيرجنس بين الزيرو والماينس 1 اوكي. واذا كانت اقل من ماينس 1 احتمال قليل انه تعمل كونفيرجنس. بس الجنرال ترند تبعنا شو هو؟ شو هنا شام؟ دايفيرجنس، صح؟ اوكي طيب خلينا نشوف الاكزامبل. هذا الفيفث اوردر بولينوميال، بقول لك فيكس بوينت ايتريشن ميثود، وبلش وين؟ بنيشال جس. هي وهي ترو روت. بالتالي اخذنا اول فورم اوف الفيكس بوينت، واحنا حكينا في المحاضره الماضيه انه هل الفيكس بوينت فورم وحيد ولا بيطلع معنا نون يونيك؟ لا ممكن يطلع اكثر من شكل. يمكن يطلع اكثر، وبالتالي نوت وان فورم. بالتالي بلشنا باول فورم، هيها جي 1. ليش اعطيناها جي 1؟ هذا اول فورم عندي اوكي. عشان ما طلع معي هذا الجي تبعنا، يجينا بلشنا بالاكس نوت هيو 2، حطينا هيو 2، طلع معي اكس 1 قديش؟ 3.5. عوضنا 3.5 في اللي بعديها طلع معي 7، عوضنا 7 في اللي بعديها طلع معي ايش؟ 17. وين الترو روت؟ What do you think? We are diverging? Diverging. Diverging. ليش؟ عشان يا نشامة إذا اشتقينا الكي حسبناها هيو جي برايم
عند الترو اذا جينا حسبناها بالنهايه تطلع قديش الكي؟ 7. وبالتالي 7 اكبر من 1، عشان هيك عملت معي دايفيرجنس. وهذا الجرافيكال هي لاحظ بلشنا هون من 2، من 2 فوق يمين فوق يمين فوق يمين فوق يمين، وبالتالي وي ار موفينج اواي صح. وهل هي الكي هون بوزيتيف؟ بوزيتيف مونوتون. معناته شو لازم يكون؟ مونوتون مونوتون اللي هي وان سايد. طيب احنا قلنا يا نشامه من النعم اللي بالطريقه هاي او الحسنات الموجوده انه وي هاف مور ذان وان فورم، معناته هذا عيط. معناته شو برجع؟ برجع بطلع من الاف الاصليه انذر فورم. هي نيجي بنطلع سكند فورم، السكند فورم اللي هو هي، وبنبلش بنفس الانيشال جس اكس نوت 2. شو طلع معي اكس 1؟ 1.39. نيجي بنعوض ال 1.39 هيها، شو طلع معي اللي بعديها؟ 1.22. طب جينا عوضناها هون شو طلع معي؟ هل هو هذا very very close to the true؟ صحيح. لا تنسى true شو كان؟ هيو 1.196. معناته يا نشامة هون هذا الفور 1.1916 ولا 61 مش متذكر. بالتالي we are converging صح ولا لا يا نشامة؟ طيب إذا بنيجي بنحسب الـ K قديش طلعت عندي؟ 0.134. معناته هل هي وذن الرينج تبع الكونفيرجنس؟ صح. بالتالي لاحظوا هينا بلشنا عند الاثنين اوكي، انزلنا يسار انزل يسار، وبالتالي خلال فيو ايتريشنز اوكي وصلنا بالنيبرهود تبع الروت واكثر من 2 ايتريشنز، هل بنقدر جرافيكالي نميزهم؟ ضمن اللي انتم شايفينه انا عندي هون هاي اول ايتريشن وهاي ثاني ايتريشن صح. هل اي واحد منكم اذا بتفرج على الفيجر على الكيرف هذا والفيجر هذا بيقدر يميز الثيرد والفورث؟ لا طبعا ما بيقدرش، هذا بكون ايش؟ بكون خريط من الدرجه الاولى اوكي يا نشامه، عشان هو مش مبين. بصير الجرافيكال بصير انت بالفيري كلوز نيبرهود، الجرافيكال ما بتبين الا غير يوم تعمل ايش؟ تعمل زومينج وترد تكبر الرينج، ساعتها ممكن يبين معك. اما ضمن السكيل اللي احنا شغالين عليه لحد السكند مبين، بعد السكند ما بيبين. وهذا الحل اللي هو تبعنا واضح يا نشامه. خلينا ناخذ انذر اكزامبل اللي هو هي كوساين اكس ماينس اكس از ايكوال تو زيرو ماينس اي تو ذا باور ماينس اكس. بقول لك فيكس بوينت استخدم انيشال جس 0.4 والكلوزست تروث تبعنا شو ماله؟ هي بقول لك هون كلوزست اوكي يا نشامه قديش عند الزيرو. طيب اول فورم تبعنا اللي هو يو جي 1 اللي هو يو فيرست فيكس بوينت فورم اللي هو أيوه. هذا كيف حصلنا عليه يا نشامه؟ ضفنا اكس على الطرفين، ضفنا اكس على الطرفين مبين، وهي الفانكشن الاصلي هيو، وهي اكس معناته على الليفت هاند سايد والرايت هاند سايد ضفنا اكس وبلشنا الايتريشنز. مش راح ادخلك بالتفاصيل عشان انا قرفت من كثر ما دخلنا بالتفاصيل. هاي هيها وهاي هيها بصير ارجمنت هون، هاي نفس اللي هذا. وبالتالي شو احنا وين بلشنا؟ بلشنا بالبوينت 4 والترو روت وين؟ الكلوزست اللي بدي اياه زيرو. بالتالي انا بلشت بوينت 4 واللي بدي اياه زيرو. بالتالي هل مع زياده الايتريشن وي ار ابروتشنج زيرو ولا وي ار موفينج اواي؟ لاحظ بلشنا بوينت 4 صرنا بوينت 6 صرنا بوينت 9 صرنا 1.13، هل احنا كونفيرجينج؟ لا لا دايفر، معناته دايفيرجينج. معناته شو الحل؟ بدنا نتاكد من الكي، نيجي نشتقها ونحسبها بيطلع معي قديش؟ 2 اكبر من 1. وبالتالي هيو انا بلشت عند البوينت 4 فوق يمين فوق يمين فوق يمين، وين الروت تبعي؟ هيو
لاحظ انه انا هون قاعد بحكي عن الروت هاف، بس اذا واحد منكم بتفرج على الفيجر، اذا لو مديناه بحل ما هو واحد انهيناه باثنين، يمكن يطلع عندي روت ثاني هون. واضح يا شباب ولا لا؟ بالمنطقه اللي مش مغطاه، ماشي مع شباب اللي بحكيه؟ مبين انه هون في عندي روت ثاني بالمنطقه، يمكن تكون عند الواحد ونص، عند الاثنين مثلا. بس انا كان بدي احسب الكونفيرجنس لمين؟ نير الزيرو، عند الزيرو، ما بديش احسب عند اي واحد. اوكي، طيب شو الحل؟ حل بنروح باتجاه سكند فورم. السكند فورم هي اخذناها اللين عن طريق الاكسبوننشال، اخذنا له اللين طلع معي هذا الفانكشن. طيب بنبلش بالاكس نوت اللي هي 0.4 وبنعوض، طلع معي 0.08. بعدين ال 0.08 عوضناها هون حسبناها 0.03، وال 0.03 عوضناها هون شو طلع معي؟ 10 to the power minus 6. وين الترو فاليو؟ لا ننسى وين الترو فاليو؟ عند الصفر، عند الصفر. طيب الفورث ايتريشن وين وصلنا؟ ماينس 11. والفيفث ايتريشن، يا سلام، هاي رمي العميان طابات. 5 ايتريشنز وإنه واصلين للترو سوليوشن، صح؟ 5 ايتريشنز وصلنا للترو سوليوشن. بالتالي لاحظوا شو مكتوب لك، انه هذا النموذج، هذا الفورم اللي اخترناه، the solution converge rapidly very fast to the true value. طيب ليش؟ هي جي 2، مش احنا شغالين على جي 2؟ جي 2 يوم اشتقيناه وعوضناه بالترو قديش طلعت الكي؟ قديش طلعت الكي؟ الكي اللي هي جي برايم ترو زيرو. واذا متذكرين حكينا قبل شويه انا عندي الرينج تبع الكونفيرجنس بين مين ومين؟ 0 1 0 1. قلنا كل ما قربنا للزيرو كل ما كان الكونفيرجنس سبيد شو ماله؟ فاست. وكل ما ابعدنا باتجاه الواحد ابطا يصير سلو. بالتالي هل وضح معنا يا نشامه؟ لاحظ هالطريقه هاي within 5 iterations وصلنا قاعدين فوق مين؟ على قلبه للترو سوليوشن بعقر داره، صح؟ واضح يا نشامه؟ هي سوري، هون صرنا قاعدين اللي هي الاكس 5 صار على بالسنتر تبع الترو اللي هي الزيرو. ليش؟ عشان الكي اللي هي جي برايم طلعت صفر، وبالتالي اذا طلع معك صفر معناته هاي من علامات رضاء الوالدين. لاحظ بلشنا هون هي 0.4، انزلنا يسار اطلع يمين، بالتالي اول تو ايتريشنز مبينات، والبعديهن في حدا بحكم عليهن؟ ما حدا بحكم عليهن، ولكن هاي النقطه اللي كنا بدنا نحكي لكم عنها. اي سؤال لغايه الان يا نشامة؟ دكتور الان عشان نحكي عن السؤال هذا دايفيرجنج لازم نطلع كل الفورم ونشوف الحل لكل الفورم، عشان اذا ولا واحد منهم طلع كونفيرج نحكي دايفيرج. هسه قلنا لك قبل شويه، احنا قلنا لك قبل شويه مين اللي سال؟ انا عبد الله. اوكي، ال حكينا قبل شويه انه جنرالي في الايتريتيف ميثودز هل بيكون عندك الترو سوليوشن موجود؟ لا لا، بس احنا معظم الحالات اللي في الهاند اوتس كونه قاعدين لسه بنتعلم بنجيب لك اكزامبلز اللي يكون الترو معروف. ليش؟ حتى يصير تحاليلنا انه قدامك هاي الترو وهي الحل تبعنا، حتى تصير امورك واثق الخطوه تمشي. بس بارض الواقع، بارض الواقع اي شيء اسمه ايتريتيف انت بتكون معطى فانكشن وزي الاعمى ما بتعرف وين الحل. واضح؟ بالتالي ما الك غير تجرب عن طريق مبدا الترايل اند ايرور، تاخذ اول فور وتبلش فيه. وهل انت
قاعد بتقرب ولا لا؟ إذا قاعد بتبعد معناته هذا الفورم انساه، تأخذ فورم ثاني وبتجرب. هل هو أنت قاعد عبارة عن الإكس اللي بتطلع معك كل ما فيها بتضيق الرينج تبعها أو الإبسلون A شو مالها أبروش الزيرو أو الأف أوف إكس أبروش الزيرو، معناته إيش؟ كونفيرجن. إذا كانت قاعد بتبعد وقاعد بتكبر معناته إيش؟ دايفيرجن. بالتالي مثل هيك حالات يا نشامة إحنا بنركز على إنه ترو سوليوشن نعطيك إياه حتى تتأكد إنه فعلاً وضعك تمام التمام وما في عندك أي مشاكل، حتى تشوف بعيونك الوضع. أما جنرالي بالريال لايف أوكي، يوم أنت تكون مهندس بأي شركة تصميم وطلع قدامك بدك توجد الروتس لأي فانكشن من ضمن الديزاين بروسيس، عادة ما بكون عندك الترو سوليوشن أي نولج عنه. طلع عندك فانكشن بلاك بوكس، احنا بنسميه شو بلاك بوكس؟ يعني الصندوق الأسود، بالتالي ما بتعرف ولا معلومات عنه، وبالتالي ما إلك غير إذا بدك تستخدم الطريقة هاي اللي هي قلنا مش أسرع طريقة، هاي لينير كونفيرجنس سبيد، في طرق ثانية أحسن منها. وبالتالي إذا بدك بالطريقة هاي أوكي نشامة، بدك عبارة عن إيش؟ بدك تظلك اللي هي تجرب حتى يطلع معاك الحل اللي بدك إياه. واضح يا نشامة؟ أي سؤال؟ طبعا المثال اللي بعديه خلص مش راح ادخل بتفاصيله، المثال اللي بعديه هذا نفسه تكرار مش راح ادخل بتفاصيله اوكي نشامة، يعني من حيث المبدا كلياته. بس هون في عندي ملاحظه بالمثال هذا، لاحظ الجي، الجي اللي عندي شو اخترناها؟ وين هذا هو المثال ولا لا؟ هذا المثال هون، انه عندي اخترنا جي ثاني عشان الجي الاولى كانت دايفيرجنس اوكي، اخترنا جي. لاحظ الجي هاي فيها سكوير روت، بالتالي يوم جينا طبقنا وجدنا لها الاكس 1 شو طلع معي؟ طلع معي الاكس 1 ماينس 1. طب تعال عوض ماينس 1 هون شو بصير معك؟ بصير سالب بالجذر، بصير بصير ايش؟ بصير ايماجينري. واحنا كنا نحكي عن ايش؟ الريال روتس، بدنا بس ريال روتس. وبالتالي هون اوكي البوينت هاي ما بنقدر نستخدم فيها الفيكس بوينت عشان طلع معي الارجيومنت تبع السكوير روت نيجاتيف، وبالتالي وي كانت كونتينيو بالفورم هذا، وبالتالي اضطرينا نسوي فورم ثالث، وهذا الفورم الثالث هو اللي بيض الوجه وهو اللي اي ثينك عمل اللي هي الكونفيرجنس سبيد كون الكي اللي هي جي برايم بوينت 3. اوكي نشامة، اي سؤال؟ اي سؤال يا نشامة؟ يا دكتور لو سمحت بالسؤال قبله، اللي لما طلعنا الكي تساوي صفر ليش حللنا على تو سايدد؟ ما نقدرش نحله على وان سايدد. ما هي الكي صفر، الكي صفر، انت مش عارف هل هي مثلا لو عوضتها اكزاكتلي، يمكن لو عوضتها اكزاكتلي ما يطلعش معك صفر صفر صفر، يمكن يطلع معك مثلا بلس 1 10 تو ذا باور ماينس 16 او ماينس 1 10 تو ذا باور ماينس 16. وضحت؟ وضحت دكتور. يعني هون احنا اخذناها ابروكسيميشن. ليش؟ ركز معي، مليح اللي سالت، الظاهر انك مفتح معي. دقيقه شويه قبل ما اشوف مين اللي حكى، خلينا نشوف وين حاله الصفر هاي. هاي لاحظ الترو، احنا الترو ما اخذينه هذا الاكس ترو اوكي نشامه، ماخذينه هاو ماني ديجيتس؟ اللي هي عند الزيرو اوكي. بالتالي بدنا نتاكد انه بعض مرات بكون هون عندي ابروكسيميشن اوكي، او يوم جينا اشتقينا وعوضنا يعني بكون في عندك ابروكسيميشن، وبالتالي حاله الزيرو ما بتدري هل هي عباره عن زيرو من جهه البوزيتيف سايد ولا زيرو من جهه النيجاتيف سايد اوكي، اللي هي هون اوكي نشامه. يوم نيجي نعوضها، مش عندي الجي هاي، اعوض الجي هاي، اعوض فيها الترو اللي هو زيرو، يمكن تطلع انا عاملها ابروكسيميشن هون انها زيرو، يمكن تطلع مثلا انا ما عمري جربتها بس انت تاكد منها، يمكن تطلع مثلا ماينس 1 في 10 تو باور ماينس 20 او بلس 1 في 10 تو باور ماينس 19 مثلا على سبيل المثال،
تلا انا هون عاملها ايش؟ عاملها ابروكسيميشن. اوكي، هل هي زيرو من جهه البوزيتيف ولا زيرو من جهه النيجاتيف؟ هون من النيجاتيف. اوكي، اذا من جهه النيجاتيف معناته ايش؟ هل طلع معي اوسيليتنج ولا لا؟ مظبوط. وضحت يا نشامه ولا لا؟ اي سؤال يا شباب؟ اي سؤال يا نشامه؟ اوكي نشامه، انا بناء على الحكي هذا خلنا نوقف هون، بلاش اكمل لكم. دكتور ضايل 10 دقائق، سامحكم فيهم، بديش ابلش بالطريقه هاي، خليها كلها بلاش نقطع نفسنا. اوكي نشامه، بالتالي خلي هاي كل الطريقه وين؟ للمحاضره الجايه نشامه. اي سؤال على اللي ناقشناه لغايه الان؟ منسق من ضمن الشغلات اللي قلت لك شوف الشباب فيها اي ثينك، عشان انتم متى بتحبوا المحاضره النقاشيه؟ حددتوها ولا لسه؟ دكتور انا حطيت خيارين، انه احد او خم او بكره. طيب وما حد اتفاعل معك؟ لا اتفاعلوا دقيقه هسه اشوف حسب اخر حسب هسه. ما انت هيك بكره، انا يمكن عندي جدول، انا بدي اقل شيء قبل يومين سويها. اسمع سويها يا اما الاحد الجاي يا اما الخميس الجاي، بكره تحطنيش بالكورنر. تمام، يعني هسه اللي صوتوا على الخميس 15 واحد، واللي صوتوا على الاحد 20.